كتب الباحث في شؤون التأمينات الاجتماعية والصحية دكتور محمود الزعبي عبر فيسبوك عن وجود اختلاف كبير جدا بين أعداد الوفيات وبين أعداد ورواتب الوفاة الإصابية الجديدة لعام 2020، وقد تكرر هذا الاختلاف في التقارير السابقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي من وجهة نظره تعكس خللا كبيرا في عمل الضمان يصل لحد الفشل الذريع في مجال تأمين إصابات العمل إذا كانت الأرقام صحيحة. ضيفنا الباحث في شؤون التأمينات الاجتماعية والصحية الدكتور محمد الزعبي، صباح الخير وأهلا وسهلا بك. دكتور محمد، نعم، سنحاول إعادة الاتصال بالدكتور محمد، لكنه عرض على فيسبوك بعض الأرقام حول الوفيات، حيث عرض في عام 2020 هناك 138 وفاة موجودة في الصفحة 92 من التقرير، في حين لم تحصل عائلات المتوفين إلا على 103 رواتب في نفس العام وموجودة في الصفحة 81 من التقرير. تكرر هذا الاختلاف في التقارير السابقة للمؤسسة، فمثلا في تقرير عام 2019 حدثت حوالي 143 وفاة إصابية موجودة في الصفحة 88 أيضا من التقرير، في حين لم تحصل عائلات المتوفين إلا على 85 راتبا في نفس العام. دكتور محمد عاد إلينا مرة أخرى، صباح الخير. صباح النور. نعم، نحن عرضنا الأرقام وأيضا الصفحات التي تحدثت عنها في منشورك على فيسبوك، لكن نريد أن نسمع منك أيضا ما إن استطعت بأن توضح لنا أين يكمن الخلل. الحقيقة التقارير عن عدد إصابات العمل موجود في صفحة خاصة اللي ذكرناها في تقرير الضمان، ومن مصنفها بماذا يحصل لهم، اللي عجز، اللي شفاء، اللي كذا. الوفيات كان عددها كما ذكرت مرتفع. في صفحة أخرى من التقرير يذكر الرواتب التقاعدية الجديدة في هذه السنة، سنة 2020، كرر الحكي ب 2019، نلاحظ أنه عدد الرواتب الإصابية تقل بشكل كبير جدا من 25% إلى 40% عن عدد الوفيات الإصابية. هلا ممكن التبرير انه الوفيات تحصل والرواتب يحصلوا عليها في السنة التالية، وهذا الحكي مبرر لو كان التقرير لسنة واحدة، لكن انه التقرير من 2019 في عندنا 55 حالة وفاة إصابية كما ذكر التقرير لم يحصلوا على رواتب، هذه انتقلت للسنة التانية يعني 2020. فمفروض انه في 2020 يصير تعادل، في السنوات التي تلي يصير تعادل بين عدد الوفيات وعدد اللي بيحصلوا على رواتب، لكن هذا ما حصل، ما يدلل انه في اخطاء. نعم، وان دل على شيء، على ماذا تدل هذه الاخطاء؟ اذا كان في اخطاء في الارقام الموجوده ففي مشكله، انه التقارير ما بتعكس الواقع الحقيقي اللي بيجري في تأمين إصابات العمل. نعم، هي لا تعكس هذا الواقع. طبعا هذا الحكي، نعم، هي لا تعكس هذا الواقع لسبب ان هناك مثلا خلل في عمل الضمان نفسه، ام ان هذا الخلل بشكل او باخر مثلا هناك تلاعب بالارقام او الاموال؟ لا، ما اظن انه في تلاعب بالارقام، لكن واضح في عدم دقه في تسجيل الوفيات او عدم دقه في تسجيل عدد الرواتب. على الاغلب عدد الرواتب تشرف عليها الشؤون الماليه، وبالتالي بتكون ادق من عدد اللي بتجري قسم اصابات العمل اللي بذكر شو اسمه، لانه قسمين مفصلات، هذا بيسجل ارقام وهذا بيسجل ارقام، يبدو في خطا في احد هذين الرقم. إذا كان الرقمين صحيحان هذه مصيبة كبيرة، على الأغلب لا، إنه في أخطاء في تسجيل الأرقام. نعم دكتور محمد، يعني من متابعتكم أيضا للعمال وحالة العمال والإصابات، هل يكون التعويضات التي يحصلون عليها من إصاباتهم في العمل أو لعائلاتهم مرضية بشكل، أو ليست مرضية، على الأقل هي كافية لهم بسبب إكمال حياتهم بشكل طبيعي؟
بالنسبة للرواتب، رواتب الوفاة حقيقة هي بتعكس الراتب اللي كان يأخذ المصاب قبل إصابته بالعمل. إذا كان راتبه مرتفع يأخذ عائلته بدها تأخذ راتب مرتفع، وإذا كان منخفض فالعائلة بدها تحصل على راتب تقاعد إصابة وفاة إصابية منخفض. لكن بالنسبة للتعويضات الأخرى، العجز سواء العجز كلي للرواتب أو عجز اللي أقل من 30% لوقت تعويض دفعة واحدة، وفي العلاج والبدلات اليومية حقيقة فيه ظلم كبير للمصابين حيث أنه ما بيحصلوا على كامل حقوقهم. نعم، الباحث في شؤون التأمينات الاجتماعية والصحية دكتور محمد الزعبي، شكرا جزيلا لتسليطك الضوء على هذه المشكلة أو هذا الخلل في الأرقام، وسنقوم بالمتابعة بشكل دائم مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.